هنحكي ازاي؟ هنحكي وهنتكلم في كل حاجه، ولكن استاذ محرم يعني عشق برضه للنادي الاهلي وبطولات كثيره جدا للنادي الاهلي في السباحه، خلينا نتكلم في السباحه، هبدا معاك بالسباحه وبعد كده نتكلم في ال 20 سنه اللي قال عليهم المهندس عادل القيعي في اداره او كمجلس عضو في مجلس اداره النادي الاهلي. في السباحه فتره طويله جدا وبطولات كثيره جدا، ممكن تكلمنا شويه عن الفتره دي وازاي محرم الراغب قدر ياخد سباحه النادي الاهلي؟ وانتوا بتتكلموا هاخد بق، لا خد اللي انت عايزه يا راجل، هاتوا تاني يا شباب لو المهندس عادل طبعا انتوا عارفين. فاستاذ محرم احكي لنا برضو السباحه كانت في المنطقه وحضرتك خدتها ورحت المنطقه تانية خالص. هحكي لك. اتفضل يا فندم. انا بس بالمناسبه يعني انا امبارح وانا قاعد في الملعب سرحت سرحت 52 ده جيت النادي الاهلي عمر يعني 52 فسرحت جيت الملعب بتاع النادي الاهلي ده ما كانش كده ده غير وارد ان الملعب النادي الاهلي ما كانش في في الخمسينات المنظر بالمنظر ده. فالملعب ده كان ملعب كامل بالمدرجات بتاعته يعني زي استاد القاهره اوكي بس على مصغر. الملعب ده انا جيت لقيته كامل وكان الجمهور بيساعي حوالي من 25 ل 30,000 ما حدش متخيل 25 ما شاء الله. كان عندنا بنحضر الماتشات بتاعتنا من 25 30,000 متفرج. ايوه يعني كان كامل تراك 400 متر. التراك ده كان بيتعمل من الفحم زمان من الفحم من الفحم مش من المواد اللي دلوقتي موجوده دلوقتي الترتان والحاجات دي. كان ملعب كامل معمول 400 متر معمول من الفحم. الفحم بيتفرم وبيتعمل عشان عندنا فرقه كان عندنا فرقه العاب قوى عملاقه الحقيقه مجال يا محرم. لا انا عاوز اقول ان الفرقه اللي كان دي كان اللي كانت ساعتها كمان كان كمان ساعتها مش دلوقتي. طول عمر النادي الاهلي في العاب القوى عامل كده والسباحه النادي الاهلي رائد السباحه ورائد وبعدين العاب القوى اياميها كان في لقاءات دوليه في النادي الاهلي لقاءات دوليه مع ايطاليا ومع اليونان ومع تركيا بتجي لنا فرق تلعبنا كل سنه كل سنه اوكي كل سنه الملعب ده كامل وكان في حاجه كل ده انا سرحان فيه امبارح وحضرتك قاعد وانا قاعد سرحت كده اللي خلف القعده اللي احنا كنا قاعدينها كان في مدرج خشب رهيب معمول على الفرازه انجليزي الانجليزي زي المدرج اللي كان لغايه دلوقتي بيتلعب فيه في انجلترا. كان عندنا المدرج ده كان زي ما بيقول عدلي ان ندب فيه جيب زي الطبله كان دي ده كان موجود لغايه وقت قريب لا 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 مش قريب مش الاخراني اللي احنا شفناه لا 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 اوكي احكي لك ده خشب خشب من ايه تو زد يعني بالعواميد بتاعته ده كل حاجه كله خشب من ايه تو زد خشب لما نضرب الدبه بتاعت الاعضاء خلصت المهم في الخمسينات او اخر الخمسينات او اوائل الستينات كان في نشاط اسمه نادي السينما اوكي في النادي الاهلي نادي السينما كان في راجل من الاعضاء العاملين راجل عظيم بيعمل لنا النشاط ده يوم السينما للاسف الظاهر كان واحد بيشرب سجاير في نادي السينما المدرج ده وكان المشاشه بتبقى في الملعب واحنا بنتفرج عليه بنقعد اطفال بقى صغيرين وبتاع المهم وقعت السيجاره عقب السيجاره في المدرج ده حصلت مصيبه في النادي الاهلي اتحرق بالكامل اتحرق حريقه رهيبه وكنت انا موجود في الماتش في اليوم ده في ناس اغمى ماتت ماتت يعني كان لانه خشب في دخان رهيب بيمالي الجو في المهم المدرج ده راح واتعمل المدرج المسلح اللي موجود دلوقتي وحصل واللي اتشالت فيه اوضه اللبس تنس الطاوله وبعدين في مجلس اداره مع الكابتن صالح انا مش عاوز انا بقول له ما كنت بقول له المستيرو وكان عادي يقول له المستيرو لان احنا صالح ده كان فيه علاقات قويه صور ان انا مستيرو لان الصور ابقى صح المستيرو ده نقول له يا مستيرو صالح ما نقولوش صالح
ماستيرو. يا ماستيرو. احنا بنحبه وعلاقه، هم قريب واحنا كنا قريبين جدا منه. لان الاسم ده كابتن نجيب المستكاوي كان بنسميه المايسترو. المايسترو تطور الى المستيرو، اندلعوا بيه ده بينكم وبين بعض. لا وخلاص مفيش صالح دي كده. المستيرو مستيرو مستيرو ما نقولش غير المستيرو. لا بنحبه جدا وبنحترمه جدا وليه حدود معانا في علاقته، لكن احنا كنا بنحبه وكنا علاقات اخوات يعني، اخونا الكبير واحنا معاه يعني فعلا. المهم خد قرار المجلس ده ان ما ان فرق الكوره كثافه الفرق الكوره على الملعب ده ما تنفعش اوكي، الناشئين وبتاع، فقرر ان الدرجه الاولى بس هي اللي بتاع حلو، اللي والباقي تتمرن في البتاع والباقي لما اتعمل بقى مدينه نصر اتنقلت بقى كل بقى يعني. الفرق الصغيره اتنقلت هناك. اوكي، المهم اللي حصل ايه في المدرجات اتلغت خالص كل حاجه وعمل شيفت. انت ما تاخدش بالك ان المدرج ده الملعب ده اتغير الموقع بتاعه. لا انا بتكلم عن قديم وجديد. المهندس هشام سعيد مع الناس له دور عظيم الراجل ده. اتمنى في يوم من الايام طبعا برضه هشام سعيد عمل شيفت لان عملنا ملاعب الترتان اللي بتاعت الهاندبول الخماسي. المهم اتنقل يعني كانه اتنقل كده وراح للناحيه اترحل يعني اترحل شويه يمين اترحل يمين عشان واتعمل بقى من على الفرازه ايام بقى منور حسين، وكان بقى هو بيظبط المسائل كلها والنجيله دي بقت بالليزر وبتاع يعني عملنا شغل لكن المهم التتش ده الملعب ده كان ملعب من الملاعب العظيمه لان احنا احلى حته موقع في مصر النادي الاهلي. النادي الاهلي صح صح ده 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 بيسموه عنق الزجاجه يعني ده ممكن كده يتخانق. انت عارف كان هيتاخد من النادي الاهلي الجزء ده؟ كان عايزين ينقلونا ناحيه مسرح البالون. بس قبل يعني قبل الكلام ده لا قبل من زمان يعني قبلها يعني ده في التاريخ يعني بقرا في التاريخ. انت استاذ مسرح البالون ده انت ما تعرفش مسرح البالون ده شكله كان ايه؟ نادي الزمالك. لا ما كان هيتنقل. ايوه محرم محرم. انا كنت بروح النادي الارض دي. انا قريتها وهجيبها لك. لا لكن رفض النادي الاهلي قالوا له هنديك مكان اكبر ومكان احسن ومكان بتاع عشان عايزين يدوا ده لوزاره الزراعه حاجه كده وزاره من الوزارات يعني يعني كان يتعمل فيه حاجه بس طبعا لا انا هقول لك حصل حاجه فيه. لا لا ده كان لانه اتنقل ما كناش بنلعب خلاص بقى كان بعد الماتش كان ممدوح سالم طبعا وزير الداخليه عملنا ماتش الاهلي والاسماعيلي كان في ماتش الاهلي والاسماعيلي في لا قبل ده قبل كده بهم لا هو توقف يا عدي اسمعي اتوقف اللعب عليه اللعب عليه طب اتوقف عشان ما نقعدش ده احنا كنا هنموت يوم ايه ملعب كان ماتش الاهلي والاسماعيلي في الحته دي ولقينا كميه الجماهير وقفت وجير الوزير نفسه جه وراح ممدوح سالم ممدوح سالم وراح واقف كل حاجه ومن ساعتها ما لعبناش هناك خالص واتنقل كله على استاد القاهره فيعني النادي الاهلي ده قيمه كبيره جدا ومصدر للجمال كله.